والله مشاركين طال عمرك في شوط الحقائق المفتوح ومشاركين في شوط القعدان، نرجو الله التوفيق، نقول إن شاء الله نحن مع المتقدمين والتوفيق على الله، والله وعدكم كل علم طيب. والله مشاركين اليوم شوط التحدي، معنا حلال قوي وبكرتنا قوية، وإن شاء الله شوط التحدي محسومة أمره منتهي، بكرة بيها ثلاث عندنا بيها لنا ومهالنا، مشاركاتنا جاية كل يوم تلقاني معك إذا الصالة ألين تنتهي شواط المجاهيل، شواط الفردي كلها مشاركين، أقول الجمهور يتحزم واحد بغتركم من ذي الحي في المنصة. أبشر كلها الحمد والمنة، شاركنا أمس وخذنا الثاني في التراد الدولي ولله الحمد بنت البعير، كذلك اليوم مشاركين كذلك بنت البعير وعزلت مع الخمس بإذن الله، مدخلينها رافعينها لشوط التحدي، وإن شاء الله بإذن الله نقارع على ما قال أهل البلد الطيبة، وإن شاء الله نأخذ ناموسها بإذن الله. والله الصحيح الانطباع ما يتصور فرحها، يعني راعي بنت البعير وتنافس لك يعني أهل إبل فطاحلة في هالمجال، ومع ذلك تحقق مراكز والآن في التحدي والحقة هذه، وإن شاء الله بإذن الله أنها تحقق المراكز المتقدمة بإذن الله. إنه والله شاركنا بقعود أمس كذلك وعزل، لكن ما حالف التوفيق على البعير بعد تلاد، وبإذن الله السنوات القادمة هنشارك بإذن الله، الإنتاج إن شاء الله طيب. من يوم سمعنا القائمين على مهرجان جزيرات العطاء يشددون على مسألة العبث، وإنهم يقولون ترى ما دخل الحلال الصاحي، وإنه والله تحمسنا وتهقوينا بالجية، وإن يعني حلالنا ضامنينه ومتهقوين به يعني الهقاوي الطيبة، وكلها بشرك عيال البعير، طبعا بعيرنا هو حاكمان والعون ولد حاكمان الفصام. والله اليوم الله يسلمكم مشاركين في شوط التحدي، عندنا بكرة ثلاث ورافعين هذا شوط التحدي، وبشرك البكرة الحمد لله مع الثلاث اللي قدام في ثلث الذهب، إن شاء الله أنها تبيض عيوننا. البكرة معودتنا على نواميس، بكرة على بعيرنا طفحان، والبعير منتج ما شاء الله، أخوها ياي خامس الصياهت قعود في الدق، والبكرة منتج ياي ثالث في سويحان وياي ثاني في رزين، والحمد لله معودتنا على النواميس، وما حضرنا منك طال عمرك الا شفنا البرنامج المهرجان دي طيب طيب ما شاء الله عليك. والله ان معنا بكره ثلاث رفعناها لشوط التحدي وشاركنا، كل شيء على الله سبحانه، الشوط قوي الصوره ما نتوقعها، حضرنا زين ورفعناه لاهل الزين، ولا شوط التلاد كان بيجي هو من التحدي، بس انا اللي بالشوط الصعب. البكره على عير معنا وهو على حرصان بن شعب. والله احنا اليوم مشاركين في مهرجان جزيرات العطاء في سن الحقائق، شاركنا بكره في شوط تحدي، بكره والله جاء وعكه صحيه، لكن الحمد لله على توفيق الله ما قصرت، مسكت مع اخوان شمه شوف في الارقام، وبكره ثاني بشوط مشترى، نحمد الله ونشكر توفيق الله، الابكار كلها تاهله والتوفيق على الله. والله الاشواط انا مصرح من امس جزيرات العطاء ما لي شوط ضعيف، حلال كله مصفى، طلع من الكادر الطبي وصوغ سليم كله والزين متوفر، والله يوفق الجميع يا رب العالمين. والله بتشوفونا ان شاء الله اليوم وبكره وبعد بكره الى نهايه الجامعه ان شاء الله، والشرف ان طال عمرك نحن نجد مزاين من هذا المزاين مرتب يسعى لخدمه ملاك الحلال وقايمين بجهود طيبه يشكرون عليها.
مشاركين بعود ومتأهل إن شاء الله، ونتمنى الأول بإذن الواحد لحد أين الرجال معينك بده كله يبغي الأول، ما جاك حد لنا يجول رقم اثنين ولا كله يبغي الأول. الحلال قوي وقعودنا إن شاء الله أقوى منها إن شاء الله بإذن الله. شارك بالعشوة في شوط اتلاد دولي، والله الشوط قوي قوي، ولكن وراء العشوة مرتاح إن شاء الله ضامنين معي منافسين، وأنا واثق أطمن جمهور العشوة وخلوهم عند البوابة جاهزين. أبدا أنا ما عندي إلا العشوة، أنا ما شارك بشيء بسيط، يا ضغط عالي يا بلش. شارك في شوط الحقائق تراد دولي، وإن شاء الله نحن المراكز الأولى إن شاء الله، ونبغي الأول إن شاء الله بيض الله وجيهم التحكيم. والله الحلال كله قوي من رقم واحد إلى رقم عشرة كله قوي، وجعل ذلك كلهم التوفيق. نحن إن شاء الله رقم واحد إن شاء الله بإذن الله، المنافسين الله يوفقهم إن شاء الله، جرب يوفقهم، واللي بياخذ الأول على ما قال يستحقه، والأجنة بيض الله وجيهم ما في محيلة، عطوا كل حق حقه. شارك في شوط المحلي تلات في جزيرة العطاء، نسأل الله التوفيق إن شاء الله، إن الله يوفقنا. البكرة والله الحمد أمها تلات وأبوها عندي موجود، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق، يعني مسابقة مهي بسهلة ولا هي بلا، وخاصة لون المجاهيم بينت الصعوبة فيه وبين ذا، وإن شاء الله الله كريم إن شاء الله. لا والله الشوط قوي والحلال قوي، يعني ما توقعنا أبدا ولا 1% أنها يكون المهرجان بهالقوة، يعني مهرجان قوي ويعني والمنافسة مش بسيطة أبدا. والله البكرة صالحة، صح أن اشترينيها، بس عادها للحين إجراءات النقل ما خلصت، من البارح مهدفين عليها، ونحمد الله على التوفيق، وخذنا بكرة فردية، ونشكر اللجان على ذي الحد الطيب وذي الشفافية للعالم. مرة كل يدي برقم بكرته وين، مرة شوفه مرة، والله شوفه الأول ولا ثاني. والله أنا بقولك اسمع النتيجة بعد شوي، اسمع النتيجة بعد شوي. والله عندنا مشاركة بالحقائق قعدان، والله الشوط كله طيب، وما تأهل الحلال اللي 15 قعود ولا هو 14 قعود إلا هو كفو، ما بيتأهل قعود عادي. والله نحن ما حضرنا هنا للمنافسة، نسأل الله التوفيق. لكن المركز الأول وخلوني يا قادر مع صاحب المركز الأول والناموس الخروف محمد علي حمد النابس المري، ألف مبروك. مع صاحب المركز الأول والناموس في شوط حقائق شرايا محلي، ألف مبروك لصاحب المركز الأول والناموس.
والمركز الثاني من نصيب الدوحة المملوكة لسالم سمر محمد شافي الشافي. تهانينا والناموس. المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول والناموس. الحاكم محمد طحون محمد الجرماعي المري، المبروك. المركز الأول، المبروك لصاحب المركز الأول والناموس. العشوة مبارك محمد علي النابت المري. ومع صاحب المركز الأول وأقول الناموس على مسام محمد قويران الهوابلة الدوسري من السعودية. ومع صاحب المركز الأول والناموس سليمان مبارك سعيد حمد تهوين مبروك على هذا الإنجاز. بالمركز الثاني من نصيب معروفة لي سعد مبخوت محمد المقابل الدوسري. الحمد لله رب العالمين. اسم القعود الحاكم على بعير الشبل بالغواص. نهدي الناموس للجمهور المتواجد كله. والله الشوط قوي جدا، قوي قوي بالحيل. البكرة طال عمرك اسمها علامة، وشاريها من عند سعيد بن ديم الصخابرة، وبعير عنده على بعير العيال في مصبيح الصخابرة. مشاركين شوط التحدي مع أخواننا المشاركين، والحلال قوي والشوط قوي، والحمد لله على التوفيق المبارك. والله الصراحة ناقتنا قوية وحن هاقين فيها أقوات كبار، والحمد لله نجت على الأقوى ما جت من دونها. اسمها سليمة وسلالتها من ابننا وأبوها ولد الوافي. نهدي الناموس لصاحب السمو المفدى الأمير تميم بن حمد والجميع الشعب القطري كافة. شارك بالمطية اللي اسمها الطافح في الشراية المحلي وهي ثلاث، وحصلت على المركز الأول، حصل عليها مبالغ هائلة والحمد لله رب العالمين. رفضنا البيع لأن تأخذ الناموس، الناموس عندنا أغلى من كل شيء. كل الشكر على الأخوان على ما قاموا به من جهد وعلى ما قاموا به من تعب، وهذا شكر نشكرهم ونشكرهم الجميع. صاحب الخروفة الحاصلة على المركز الأول في شوط ثلاث محلي، وذلك من فضل الله. سلالة الخروفة طال عمرك بيها مصوتان الغويرب من ابلنا وامها الخروفة وهم من ابلنا. كانت المنافسة قوية وكانت الخروفة قد المنافسة، ولله الحمد جملتنا وخذت الأول، ولا يجي شيء إلا بفضل الله. نهدي الناموس لكل جمهور الخروفة. والله شوطنا شوط دولي ثلاث وشاركنا فيه، والحمد لله على التوفيق وخذنا الأول، والحمد لله رب العالمين. إن أهم شيء عندي إن الرمز ما قدر دولة قطر، لأني ما فيها أنا الوحيد اللي مثل دولة قطر في الشوط. وعدت معكم زود، وعدتكم إن شاء الله وفيت وعدي.
حلل الصعاب سيدي رمز البلاد المستضيفة مرحبا يلي تحثنا الركاب الصدور اشرح من القاع المريفة الصدور اشرح من القاع المريفة من سواد الغيم كنا النور هايب لا يفكر في استلام أهل الوحيد